كلمناه وهو في الامارات عشان يخش معانا في الحوار، يعني طبعا حوار رجوع اللاعبين المميزين لابناء النادي الاهلي اللي خرجوا ورجعوا تاني، اعتقد هو واحد من المدربين المميزين اللي بيعرف يختار اللاعبين. وكان طبعا لما بنيجي نتكلم مع اي ناشئ يقول لك كابتن بدر رجب هو اللي اكتشفني. كابتن بدر مساء الخير عليك. الو كابتن بدر. كابتن محمد ازيك حبيبي؟ ازيك يا كابتن، منور قناه الاهلي يا كابتن باستمرار. ده نورك منوره بيه صاحبي، والكابتن كمونه والكابتن رضا شحاته. منور يا كابتن بدر، اخبارك ايه؟ الله يخليك كابتن كمونه حبيبي، وحشني وموفق ان شاء الله حبيبي باذن الله. كابتن بدر، يمكن 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 النهارده القائمه الافريقيه، يعني كابتن حسام طبعا اختار ثلاث لاعبين، وليد ازارو وهشام محمد واحمد الشيخ. يعني طبعا انا بتكلم بقى على الصفقات اللي موجوده حاليا، يعني في وليد ازارو، اسلام محارب، ايمن اشرف، هشام محمد، ثلاثي ايمن اشرف واسلام محارب وهشام محمد، دول من ابناء النادي الاهلي. رجوعهم تاني يا كابتن، انت بتشوفه من وجهه نظرك يعني ظاهره موجوده دلوقتي ان انت بترجع اولاد النادي تاني بشكل ما، بتشوفها ايه؟ هل دي كانت قوة لقطاع الناشئين؟ الاولاد راحوا اخذوا فرصة وتألقوا بشكل كبير، بتشوفها من وجهة نظر كابتن بدر رجب ازاي؟ لا، هي قوة كابتن محمد لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. لما كنا موجودين كان عندنا قاعة، انا قلت الكلام ده قبل كده، كان عندنا قاعدة قوية جدا، بدليل ان كل لاعبتنا احترفوا في اندية دوري ممتاز ورجعت ناديها تاني. يعني هي اصلا لعيبة كويسة، لان هي راحت واثبتت نفسها، وبعد كده النادي الاهلي جابهم تاني، جابتهم بحقق اصيل لينا، ولادنا بيرجعوا لنا تاني، ودي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي ان هو بيقدر يجيب ولاده تاني. حتى ما بي... اما بيشاور لهم بيفضلوا النادي الاهلي على اي نادي تاني، لان هم اتربوا في النادي الاهلي، ودي صفقه بالنسبه لنا احنا كويسه. اما بتربي ناشئ عندك، بتربي لعيب عندك، ويعرف يعني ايه نادي اهلي، اما بيطلع بره ويمسك نفسه وتيجي تقول له تعالى، يفضل النادي الاهلي على اي نادي تاني. طبعا طبعا، ولادنا طول عمرهم يعني الحمد لله مميزين في الناحيه الفنيه، ومميزين في الناحيه السلوكيه كمان. صحيح. يعني هم بيبقوا النادي الاهلي عن اي حد تاني، وبيبقوا يعني في سرعه في التاقلم السريع يا كابتن مع الفريق، يعني اكيد. طبعا طبعا يا كابتن، دي حاجه كويسه. الحمد لله النادي الاهلي يمتلك يعني قاعده كويسه ومدربين كويسين على اعلى مستوى، واحنا عندنا ناشئين كويسين، عندنا بس هي محتاجه شويه تعب وشويه فوز على اللعيبه، ويبقى في حاجه كويسه للنادي الاهلي الحمد لله. انت توقعت يا كابتن لهشام محمد، انا في يعني كان في مداخله مع حضرتك بخصوص هشام، وكنت بتتوقع ان هو يبقى لاعب مميز في يوم من الايام مع الفريق الاول؟ اكيد يا كابتن، هشام محمد لعيب يمتلك قدرات فنيه على اعلى مستوى وفريق، من اللعيبه اللي تقدر يعني تعتمد عليه في نص الملعب، لعيب بلاي ميكر، هداف، شويط، يجيد النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، عنده كل حاجه الحمد لله. هشام حاجه جميله جدا في الكوره، وفوق بقى كل ده السلوكيات يا كابتن محمد. لا، مؤدب ومحترم جدا 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 جدا، ولد محترم جدا 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 حقيقي، بيحب النادي الاهلي من وهو عنده 8 سنين. يعني هشام ده من وهو عنده 8 سنين تحس ان هو بيحب النادي الاهلي. يعني لما كنا بنتعادل ماتش حته الانتماء موجوده بشكل كبير، نبره وقلت له بعد كده انت هتلعب في نص الملعب هشام، بس وانت صغير هتلعب نبره، لانه كان فكره سبع زمايله، كان بيجي من ورا محمد واحنا متعادلين مثلا، تلاقيه طالع هو اللي خلصنا الماتشات. بديل كفء لحسام غالي كابتن، بتشوفه؟ هو حسام غالي ما يتعوضش، عشان ابقى واضح وصريح معاك. حسام غالي ما يتعوضش، لكن انا شايف ان هشام يعني ان شاء الله يبقى اضافه للنادي الاهلي، ويحاول يوصل لكابتن حسام غالي، لان حسام قيمه كبيره جدا يا كابتن. حسام ده من الصعب جدا ان اي حد يعوضه. يعني مش معنى ان انا مش عايز اضغط هشام، لان هشام عليه عائد كتير جدا في النادي الاهلي دلوقتي، ان هو لازم يسد مكان حسام غالي، لكن حسام ما يتعوضش. وان كان هشام ان شاء الله عنده فرصه كبيره جدا ان هو يقول انا موجود بامكانياته الفنيه العاليه والمهاريه والاخلاقيات العاليه جدا، ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي غالب اولاده وغالب لاعبته وغالب مدربينه، وان شاء الله انا بقول ان هشام محمد هيبقى اضافه كبيره جدا. يعني برضو يعني سؤالي برضو لايمن اشرف بقى كابتن، يمكن زي ما احنا شايفين كابتن حسام البدري في قائمته الافريقيه اختار وليد ازارو،
وهشام محمد واحمد الشيخ. يمكن احنا كان عندنا مشكله في سيرد باك، يعني خصوصا في المباراه القادمه امام طبعا امام الترجي. يمكن ايمن اشرف ما كانش مش موجود في القائمه الافريقيه نتيجه طبعا هو لعب مع سموحه. يمكن ايمن عنده القدره كابتن، يمكن انت واحد من الناس برضو اللي ضربوه اعتقد في حته ان هو يقدر يلعب قلب دفاع ناحيه الشمال، وكنا بنتكلم فيها مع كابتن سمير كمونه. رايك في الجزئيه دي، هل كابتن حسام بدري ممكن يعتمد عليه في الفترات ما بعد مباراه الترجي؟ اكيد يا كابتن، اكيد ايمن اشرف لعيب تكتيكي على اعلى مستوى، يقدر يؤدي الباك ليفت كويس جدا، ويقدر يؤدي ان هو يبقى مستواه كويس جدا. وايمن اشرف ده كابتن انا هقول لك اسم جديد اهو عشان تبقى انت عارفه، يعني قول ايمن اشرف ده ما لهوش اسم اجنبي، لان ايمن اشرف من اللعيبه الرجاله جدا في الملعب، وعنده روح قتاليه عاليه جدا تناسب النادي الاهلي من صغره. كنت مسميه الذكر يا كابتن محمد، كنت مسمي ايمن اشرف ده اسمه الذكر بسبب الرجوله اللي كانت عنده والروح العاليه اللي عنده. فانا اعتقد ان كابتن حسام هيبقى عنده مرونه في التكتيكيه ان هو يبقى وجود ايمن اشرف ده كان يلعب تكتيك اذا احتاجه، او كان يلتبس التباس بعد الماتش الجاي ان شاء الله في افريقيا في الدوري، يبقى موجود ايمن اشرف في ضغط كبيره جدا 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 يعني. ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله. يمكن طبعا كابتن سمير كمونه كان عايز بس يسال حضرتك سؤال، اتفضل يا كابتن سمير. اه كابتن بدر. كابتن كمونه حبيبي الله يخليك، بالتوفيق موفق ان شاء الله. بس انا يعني بضم صوت لصوتك طبعا، بنقول ابناء النادي الاهلي وعوده الطيور المهاجره لمكانها الطبيعي. وده حقهم الحقيقه، اثبتوا جدارتهم ان هم لعيبه ممتازين. انما طبعا انا متخوف على النادي الاهلي الفتره اللي جايه في قطاع الناشئين بالذات، لان النادي الاهلي لا يمتلك المدربين الكفء في قطاع الناشئين، ولا اسامي ولا ناس نجوم. فيعني بتهيالي انا بقول ان ده اخر جيل، هو جيل رمضان صبحي ونيدفيد والحناوي واحمد ياسر ريان، وبقيت طبعا اللعيبه اللي صعدت. فانا متخوف على النادي في قطاع الناشئين الفتره اللي جايه. فانا عايز اخد رايك في الموضوع ده، ان برضو القائمين على المنظومه في قطاع الناشئين، يعني عايز اقول لك يعني بكلم منتهى الامانه، في ناس كتير قوي تستحق ان هي تبقى متواجده وما مسكتش حاجه يعني السنه دي. هو انا كابتن كمونه مش معارض اللي بتقوله، لان القطاع الفتره اللي فاتت او الاول 10 سنين اللي قرر تعرض لهزه عنيفه جدا، وما كانش فيه يعني زي ما حضرتك بتقول يعني مش هنقول كفاءات، طبعا كل مدربينا كفاءات الحمد لله، لكن كان في بس بعض النواحي اللي هي ما في لعيبه ما طلعتش، او كانت الاختيارات اقل شويه من المستوى المطلوب ان هم مسؤولين النادي الاهلي. لكن في وجود الدكتور عمرو والكابتن خالد عبد الله والكابتن محمود صالح، اعتقد ان المنظومه هتثبت شويه، لان كابتن الدكتور عمرو يمتلك خبرات كبيره جدا. لا انا بتكلم على المدربين يا كابتن، مش على لا الكابتن خالد طبعا نجم كبير وخدم النادي الاهلي، والكابتن محمود صالح دول بقى يعني التخصص ده اللي انا بتكلم فيه. ما هم ده لعب كوره، يعني ناس لعبت كوره، ناس عملت تاريخ نادي الاهلي، عشان كده اللي اختارهم صح. انما بتكلم على الناس اللي هي مش قدرات، ما ينفعش ان هي تمسك في النادي الاهلي. بقى دلوقتي كابتن كمونه مسؤولين ان هم هيجيبوا مدربين. انا بتكلم ليه كده يا كابتن بدر؟ انا بتكلم عشان نشوف نجوم تاني نصعدها زي اللي انت صعدتهم وانا صعدتهم، وتبقى سلسله كده، ونصعد الناس، يبقى عندنا اجيال تانيه زي الاجيال اللي بتصعد دلوقتي، وبنبقى فخورين بيهم يعني. واحده واحده كابتن كمونه، الناس اللي لسه جايه واللي تاخد فرصتها، وان شاء الله انا عندي ثقه فيهم وانت عندك ثقه فيهم وكلنا عندنا ثقه فيهم، ان هم ان شاء الله يجيبوا الكوادر اللي تقدر تعمل لعيبه زي ما حضرتك بتقول تمثل النادي الاهلي وتمثل منتخبات مصر، ويرجع قطاع الناشئين في النادي الاهلي هو المدد الرئيسي للمنتخبات الوطنيه على بر العصور، وان شاء الله يبقوا بالتوفيق يعني. هو عامه يا كابتن بدر، يمكن كابتن سمير طبعا هو واحد من ولاد النادي الاهلي، وواحد من يعني اللي خايف على النادي، اكيد دي مصارحه يعني كابتن سمير. طبعا احنا بتخوفه، بس احنا اكيد يعني احنا عندنا نجوم صعدت من قطاع الناشئين للفريق الاول واحترفت، بالتالي دايما فريق ناشئين او قطاع ناشئين عامر دايما باستمرار، ولكن احنا بنشوف الاحسن والافضل في الفتره القادمه ايه اللي ممكن يحصل من خلال ولاده ومن خلال نجوم تبقى موجوده ماسكه الفرق عشان تطلع مجموعة جيدة من اللاعبين. ويمكن أكيد كابتن بدر أنت واحد كنت من المدربين المميزين. كابتن بدر أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا وجودك معانا باستمرار في قناة الأهلي، ودايما